برنامجنا مع ضيفنا الكريم كابتن ايمن عبد العزيز. كرة قدم مختلفة نسبيا. لا مش نسبيا، كليا. رغم ان دي بقى 41 سنة. في الاخر جالك 20,000 سؤال احنا اختصرناهم. ناس كتير قوي نفسها انت ترجع الزمالك، زملكاويه كتير قوي نفسهم انت، وانت نفسك. حلو قوي، اجابه جميله. اجابه هي الاحلى على الاطلاق، يعني ما ننتظرش اجابه صريحه ومن القلب زي كده. انا طبعا نفسي ارجع للزمالك اكيد، ده بيتي اللي اتربيت فيه. وانا قلت دايما ان مش عشان اشخاص اساءوا ليك فانت بيبقى عندك مشكله مع الكيان نفسه. انا قلت ان انا بنتمي للكيان بتاعنا الزمالك، ما بنتميش لاشخاص. فده بيتي اللي انا اتربيت فيه، وانا عندي 9 سنين، رحت نادي الزمالك وانا عندي 9 سنين بالظبط، وفضلت العب لحد ما وصلت 20 سنه. وبعدين احترفت. فمن يعني من 9 سنين، تخيل حضرتك انا في النادي من 9 سنين وانا عندي 9 سنين. يعني اتعلمت حاجات كتير في نادي الزمالك. كل حاجه كل يعني كل الكوره اللي اتعلمتها. ده انت اتعلمت حاجات بره الكوره كمان في نادي الزمالك. في الحياه عموما. في الحياه. وبعدين ضحيت اول ما رجعت انا على ايدي، انت ضحيت بحاجات كتير عشان تلعب لنادي الزمالك. يعني انا مش عايز اتكلم في الحاجات دي عشان يعني الناس بتقول ان انا بهاول شويه، فلكن الناس عارفه ومتاكده انا قد ايه بحب نادي الزمالك وقد ايه انا مرتبط بنادي الزمالك وبجماهيره. ف انا قلت دايما ان في يوم من الايام اكيد هرجع نادي الزمالك، ارجع بقى لعيب كوره، ارجع مدرب، ارجع رئيس نادي. لا انا متاكد ان شاء الله ان الموسم ده لو انت انهيته بالشكل الرائع اللي ماشي فيه وعقدك يخلص، انا متاكد ان نادي الزمالك اللي اشترى احمد حسن اللي يكبرك بالسن هيفكر في ايمن عبد العزيز اللي هو ما شاء الله ما شاء الله مستواه لصعود. سعداء بيك جدا. انا اللي سعيد جدا ونتمنى نشوفك في نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. انا اللي سعيد جدا كنت مع حضرتك، ودايما انا مبسوط والحوار مع حضرتك شيق جدا، وتدينا المساحه ان احنا نتكلم وبنختلف وفي الاخر الراي المظبوط هو اللي بيصير يعني. شكرا كابتن ايمن، ونشوفكم بكره على خير.